العميد التركي المالكي يعلن إطلاق عملية باسم حرية اليمن السعيد في كل المحاور والجبهات. ضغوط وتضييق، ميليشيا حزب الله مجبرة على إعادة تنظيم خارطة ممراتها العسكرية عبر سوريا. قراءة في ولاية الفقيه، كيف جذبت الشباب للالتحاق بأحزاب حزب الله وحمل السلاح، وكيف يمكن التحرر من الخمينية السياسية؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19، تمتد على مدى ساعتين نناقش فيها أهم أحداث اليوم والبداية من الشأن اليمني. فبعد تحرير المحافظة بشكل كامل من ميليشيات الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وصل الناطق باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إلى شبوة جنوب شرقي البلاد، وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ شبوة عوض العولقي عن سعادته بتحرير المحافظة، متوجها بالشكر لألوية العمالقة والجيش بالإضافة إلى دولة الإمارات على الدعم الذي قدموه، كما ثمن تلك اللحظات التي وصفها بالتاريخية جراء تحرير المحافظة من الميليشيات بشكل كامل، معتبرا أن اليمنيين يمكنهم كما حرروا شبوة تحرير كافة البلاد إذا توحدوا. أهلنا في شبوة، أهلنا في اليمن. أنا أتشرف اليوم أن أكون في محافظة شبوة وأن أشارك في هذه اللحظات التاريخية، كما أعلن سعادة المحافظ من تحرير كامل محافظة شبوة من قبل الميليشيا الحوثية بعد أن نكلت بالمدنيين والمواطنين في هذه المحافظة. هذه المحافظة التي جمعت اليمنيين، واسمحوا لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريك لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإلى فخامة نائب رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب اليمني الشقيق، وإلى أهالي محافظة شبوة في تحرير هذا الجزء الغالي من اليمن الشقيق. إلى ذلك، أعلن المالكي انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، موضحا أنها ليست عملية عسكرية بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني، مشددا على وجود العديد من النازحين الذين فروا من انتهاكات الحوثيين. يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، والتي انطلقت صباح اليوم في كافة المحاور وفي كافة الجبهات. هذه العملية العسكرية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري اللي هو الحرب، ولكن إلى أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار بإذن الله تعالى، ليصبح اليمن في المصفوفة الخليجية في مجال التطور والنماء والازدهار. الشعب اليمني الكريم يستحق الحياة. هذا الشعب لديه الكثير من المقومات التي لم تستغل. اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة، يستحق أن يعيش أهل اليمن وأن يقدموا على ما قدموه من تضحيات، أن يكون في مصاف الدول الخليجية بإذن الله تعالى. كما أكد أن الميليشيات لا تزال تستعمل ميناء الحديدة بشكل واضح من أجل تهريب الأسلحة، مشددا على أن الأدلة على ذلك ثابتة ولا تقبل الشك. لا يمكن القول بأن الميليشيا الحوثية لا تستخدم المدنيين والأعيان المدنية لغرض الحماية. الانتهاكات الحوثية هي واضحة للجميع. كافة الأسلحة التي أثبتت من خلال لجنة الخبراء وأثبتت تهريب النظام الإيراني لهذه الأسلحة إلى اليمن، سواء كان عن طريق الحديدة أو سواء كان عن طريق البحر العرب. من جهته، شكر محافظ شبوة دعم التحالف قائلا: نثمن الدعم الجوي الذي قدمه تحالف دعم الشرعية في استعادة المحافظة، كما شدد على أن دور التحالف أساسي في الانتصار على الحوثيين وتحرير مديريات المحافظة الثلاث أسيلان وبحان وعين. وأنه اليوم عظيم سينحت في صفحات التاريخ بحرف من ذهب. نحن نعيش لحظات هذه الانتصارات الكبرى التي تحققت فضل الله سبحانه وتعالى وتضحيات الأبطال من قوات العمالقة والجيش والمقاومة، ومشاركة فعالة من صقور الجو طيران التحالف العربي الداعم للشرعية،
ورعاية مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية. وفي هذا المقام يطيب لي أن أعلن وبكل عز وافتخار عن تحرير كامل تراب محافظة شبوة وكل الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، وبأن التحالف العربي شريكا حقيقيا في صناعة هذه الانتصارات. ومع الانتهاء من تحرير محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، أعلنت ألوية العمالقة السيطرة على مناطق واسعة في مديرية حريب في مأرب. وكان مراسل الحدث أفاد بأن الألوية دفعت بتعزيزاتها العسكرية إلى جنوب مأرب وشرق محافظة البيضاء، مضيفا أن عملية تشديد الخناق على الحوثيين في المنطقة قد بدأت. بالتزامن يستمر الجيش والمقاومة الشعبية في التقدم نحو المناطق الجنوبية لمأرب في المحور الرملي لجبل البلق الشرقي تجاه الفليحة ومعسكر أم ريش لتطويق العناصر الحوثية الموجودة هناك. أقصى الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب حيث يتقدم الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة، نحن هنا في المتارس التي كانت تعد متارس متقدمة للميليشيا الحوثية وحاولت من خلالها التوغل في عمق الصحراء إلى مركز محافظة مأرب وإلى مديريات متقدمة من محافظة مأرب. هذه القرون التي تبدو بالصورة هي قرون ملعاء في مديرية حريب، وخلف هذه السلسلة الجبلية توجد مديرية حريب التي تقدمت إليها قوات العمالقة اليوم. تلك التباب الوسطى هي معسكر أم ريش الاستراتيجي الذي يفصل بينه وبين الجيش الوطني 3 كيلومترات فقط، وأيضا هذه مواقع اللجمة أقصى جبال البلق الشرقي التي تقدمت إليها الميليشيا الحوثية. وبإحكام الجيش الوطني السيطرة على هذه المواقع يكون قد عزل الميليشيا الحوثية المتقدمة في سلسلة جبال البلق والمناطق المحيطة بها. سيكون معنا اليوم العميد خالد يسلم قائد اللواء 107 ليحدثنا عن الانتصارات بصفته قائد هذا الموقع المتقدم. في هذا القطاع استطاعت القوات المشاركة فيه من مختلف الوحدات ومن المقاومة الشعبية من أبناء مأرب أن تتقدم أكثر من 15 كيلو من حيث كانت، وبحمد الله تساقطت أمامنا جميع فلول العدو المجوسي البغيض منهزمة باتجاه أم ريش، ونحن لازلنا متقدمين، وبإذن الله تعالى عن قريب سيتم طردهم مما تبقى من الأرض التي مستولين عليها في القطاع الجنوبي لمحافظة مأرب. بالنسبة للمعنويات هي مرتفعة جدا، وزادت رفعتها بتقدم القوات العمالقة الجنوبية التي أتت من اتجاه عسيلان واستطاعت أن تؤمن كتفنا الأيسر. أصبحنا الآن في أمان من نيران العدو من الجانب الأيسر، ونحن متقدمين نصوب هدفنا الذي أوكلت إلينا مهمة تحريره وهو البلق الشرقي وما حوله من المناطق التي سيطر عليها الحوثيين. إذن هذه المعنويات المرتفعة للجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وبعد أن بينا في الصورة المواقع التي تقدم إليها الجيش الوطني واستطاع أن يحصل على المتارس المتقدمة للميليشيا الحوثية وأن يتقدم إلى مواقعها في جبال ملعاء وأيضا بالقرب من معسكر أم ريش ويواصل التقدم لتطويق الميليشيا الحوثية المتقدمة في الجبهة الجنوبية
العربية لمأرب. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث جنوب مأرب. كان المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي وصل شبوة والتقى المسؤولين المدنيين والعسكريين فيها. ومن مأرب ينضم إلينا المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي. أهلا بك سيادة العميد إلى 9:10. إذن اليوم أعلن تركي المالكي من شبوة إطلاق عملية اليمن السعيد لتحرير كافة المحافظات، ونوه إلى أن هذه العملية ليست عملية عسكرية بالمعنى التقليدي. ما طبيعة هذه العملية إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك يا أختي العزيزة، وشكرا للمشاهدين الكرام، وأشكر قناة الحدث التي تهتم بالانتصارات المتواصلة التي تتحقق خلال الفترات الماضية. تسمعي الصوت بوضوح؟ نعم نعم نسمعك. ونحن حقيقة نشكر، ونحن من هنا نشكر دول التحالف العربي وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ونبارك الأخ رئيس الجمهورية ونائبه والأخ وزير الدفاع ورئيسية الأركان العامة قائد العمليات المشتركة وكافة القادة في الميدان ومحافظة شبوة ورجال شبوة بالكامل ومحافظة مأرب على هذه الانتصارات التي تحققت في محافظة شبوة بتحرير بيحان وعسيلان وعين، مئات الكيلومترات تم تحريرها خلال فترة وجيزة وفترة قصيرة وخلال ما يربو على 10 أيام فقط في الحسابات العسكرية. إنه زمن قصير لكن ما تحرر عظيم وكبير. أختي العزيزة، بالنسبة لسؤالك، السؤال وجيه وهام، كانت زيارة الأخ العميد الطيار الركن التركي المالكي المتحدث باسم دول التحالف العربي إلى محافظة شبوة، كانت زيارة حقيقة في المشاركة في فرحة الاحتفالات بفرحة النصر الكبير بتحرير 3 مديريات في محافظة شبوة، وبالتالي استكمل تحرير محافظة شبوة من قبضة الميليشيات الانقلاب الحوثية التي نكلت بأبناء شعبنا وعبثت بالمدنيين والأحياء المدنية في هذه المحافظة الأبية والمحافظة الباسلة. أيضا فعلا أطلقت عملية اليوم حرية اليمن السعيد، وفعلا أن هذه العملية من خلال الكلام الأخ المتحدث العميد الطيار الركن التركي المالكي أنها الهدف منها هو هدف النماء والازدهار والأمن والاستقرار، ولكن في طي كلامه أيضا سيكون النماء والاستقرار لشعبنا اليمني بعد التخلص من تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وهذا في ضمن الكلام يدل أيضا مؤازرة دول التحالف العربي واستمرارها أيضا في تقديم الدعم العسكري واللوجستي وكذلك الدعم الطيران. سيادة العميد، دعنا قبل أن نتابع هذا الحوار على أن المعركة الهجومية مستمرة. بما أننا نتحدث عن زيارة المالكي إلى شبوة، دعنا نتابع سويا هذه الصور لوصول المالكي تركي المالكي إلى شبوة، حيث التقى مسؤولين مدنيين وعسكريين بعد تحرير المحافظة بالكامل من الحوثيين. وخلال هذه الزيارة إلى شبوة أعلن تركي المالكي إطلاق عملية باسم تحرير اليمن السعيد لتحرير الأراضي اليمنية كافة، كما قال منوها إلى أنها ليست عملية عسكرية بالمعنى التقليدي. أعود إلى ضيفنا المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي. سيادة العميد أهلا بكم من جديد. الألوية إذن بعد استعادة شبوة دفعت بتعزيزاتها باتجاه جنوب مأرب وشرق البيضاء، لماذا يعني حرصت على أن تتزامن هاتان العمليتان؟ أوليس كان من الأفضل مثلا أن تعطى الأولوية لمأرب ومن ثم البيضاء؟
الحقيقة نحن نقول أن العمليات القتالية والعمليات الهجومية هي مستمرة، سواء في إطار المحافظة البيضاء، حيث بعد تحرير مديرية بيحان تقدمت قوات الجيش وألويات العمالقة في اتجاه المحافظة البيضاء، وتم تحرير عدد من المناطق والعزل والوصول إلى مركز مديرية نعمان التابعة لمحافظة البيضاء، وهي تسمى من الساحة. وكما قلنا من الساحة بصراحة ستوال العمليات أيضا لتحرير واستكمال محافظة البيضاء من قبضة الميليشيات الانقلابية الحوثية، وخاصة أن لها أهمية كبيرة، حيث أنها توسط 8 محافظات يمنية، 3 محافظات غير محررة وهي صنعاء ودمار وإب، و5 محافظات تم تحريرها أو مارب وكذلك شبوة ولله الحمد، ومن ثم أبيان ولحق والضالع. هذه المحافظة المحررة أيضا من خلالها ستنطلق عدة جبهات لاستكمال تحرير محافظة البيضاء. اليوم فعلا أختي العزيزة تقدمت قوات العمالقة والجيش الوطني لتحرير مديرية حريب، وفعلا تم تحرير مساحات شاسعة في هذه المديرية، والتحمت القوات وتم قطع طرق الإمداد من الناحية الجنوبية لمحافظة مارب، وأصبحت كل الطرقات الرابطة بين محافظة شبوة ومارب أمنة ومحررة، وتم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني وقوات العمالقة. طيب إلى أي مدى ذلك يسهل الجبهات الداخلية في الجبهات الجنوبية تم التحرك؟ إلى أي مدى استعادة مديرية حريب تسهل استعادة كافة المحافظة؟ يعني أعلم بأنه لا تعطونا عادة سقفا زمنيا معينا لأنه لا يمكن أصلا التكهن، ولكن تقريبا كم تعتقدون بأن معركة استعادة مأرب ستأخذ من الوقت؟ فعلا كلامك سليم، المعركة لها أسرارها ولها خفاياها، ولكن إجمالا نحن نقول أن مديرية حريب بحاجة إلى 4 أيام لاستكمال تحريرها، حيث أن المعارك مشتعلة هذه اللحظة في إطار تلك المناطق، وأيضا لا يوجد الميليشيات الانقلابية الحوثية حاضنة شعبية، وتعتبر هي مفتاح أو المفتاح الرئيسي للجبهات الجنوبية. فبالتحرير حريب ستتحرر الجوبة، وتتحرر أيضا مراد، وتتحرر بقية المديريات التي اخترقت إليها الميليشيات الانقلابية الحوثية. وخاصة اليوم أختي العزيزة من خلالك نبشر شعبنا اليمني أن النصر قادم، وأن تحرير مارب قاب قوسين، بل تحرير بقية المحافظة اليمنية من دنس ورجس الميليشيات الانقلابية الحوثية. وخاصة استمعتم إلى كلام الأخ العميد الطيار تركي المالكي، وهو يقول فعلا انطلاق عملية حرية اليمن السعيد، وهي عملية النماء والاستقرار والأمن والازدهار، ويكون ذلك بعد التخلص من الميليشيات الحوثية الإرهابية، معنى أن النصر سيشتعل في كل أرجاء اليمن، والاحتفالات أيضا ستعم عما قريب بالنصر القادم، لأن الميليشيات الانقلابية الحوثية أختي العزيز منهارة، وأيضا أنها تلقت الضربات القاصمة في ضربات الطيران وكذلك طيب المدفعية، يجمع العديد من هناك المراقبين عملية هجومية متتابعة، وهذا يدل على مؤشر. أعتذر على المقاطعة، ولكن لضيق الوقت يجمع العديد من المراقبين العسكريين على أهمية محافظة مأرب. إذا كانت مهمة لهذه الدرجة، لماذا لا تعطى الأولوية والحصرية ومن ثم يتم التوجه إلى المحافظات الأخرى؟ لماذا نرى بأن هناك يعني تزامن ببعض العمليات العسكرية بين محافظة مأرب ومحافظات أخرى على سبيل محافظة البيضاء، يعني على سبيل المثال للحصر؟ نحن حقيقة لدينا عدة مناطق عسكرية، وهذه المناطق العسكرية وكذلك المحاور المستقلة والوحدات أيضا، كل وحدة وكل منطقة وكل لواء أيضا مكلف أيضا في عدد من الوحدات. فالميليشيات الحوثية منتشرة في كثير من أرجاء الوطن، سواء في محافظة صعدة وفي الساحل الغربي وفي الضالع وفي أيضا في تعز وفي الجوف وفي مختلف المحافظات اليمنية التي ما زالت تقارع الميليشيات الانقلابية الحوثية. العملية بتحرير محافظة مأرب التاريخ والحضارة ستكون أيضا مفتاحا ومنطلقا لاستكمال تحرير المحافظة اليمنية بالكامل، وبتحرير محافظة من المحافظات هي تؤدي إلى ارتفاع الروح المعنوية للمحافظات الأخرى، وأيضا يتم من خلال ذلك المناورة بالقوات والوسائل، وبالتالي أيضا
دمار الميليشيات الحوثية ومقتلها وخسائرها في أي محافظة هو منجز للجبهات الأخرى. سيادة العميد ونحن نتحدث يريدنا والانتصار لشبوة وكذلك العكس. نعم يريدنا خبر عاجل من صنعاء نقلا عن مصادر الحدث طبعا بأن ميليشيات الحوثي تقوم بانتشار أمني مكثف في صنعاء لأسباب مجهولة. ماذا يمكن أن تكون هذه الأسباب برأيكم؟ الحقيقة الميليشيات الانقلاب الحوثية بعد انتصارات شبوة وانتصارات محافظة مأرب وانتصارات أيضا الساحل الغربي سواء في حيس وكذلك أيضا في شمير مقبنة التابعة لمحافظة تعز، الميليشيات الانقلاب الحوثية فعلا لديها توجس من قيام ثورات شعبية وثورات أيضا داخلية، وهي ستحدث عما قريب تلك الثورات من قبل أبناء شعبنا في مختلف المحافظات وبالذات في العاصمة صنعاء التي هي بمجملها ترفض تلك الميليشيات. وأيضا أختي العزيزة من الأهمية بمكان أن اليوم رجال القبائل والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يرفضون على الزق عن الزق بأبنائهم إلى معارك خاسرة ضد الشعب الوطن، وفي الحقيقة ما زال هناك من تغر به الميليشيات الانقلابية الحوثية ومن يقوم أيضا بتنفيذ تلك الأجندة الإيرانية، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخوف دب إلى عقر دار الميليشيات الانقلاب الحوثية ولا عقر دارها إلا في الكهوف والملاجئ. شكرا جزيلا لك المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبد مجلي، كنت معنا مباشرة من مأرب. وفاصل قصير ونتابع من بعده. 19 وفيها ميليشيا حزب الله تعيد تنظيم خارطة ممراتها العسكرية في سوريا. وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية، من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعالج مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية الذي تم في الحكومة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد. نتابع مع الشأن اللبناني. فمع تزايد الضغوط والتضييق الذي تتعرض له ميليشيا حزب الله في سوريا، لجأت إلى إعادة تنظيم خارطة ممراتها العسكرية. مصادر الحدث كشفت عن تفاصيل اجتماع عقد في 6 يناير الجاري في مقر الوحدة 112 التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لميليشيا حزب الله في منطقة الزبداني في بلدة سرغاية في ريف دمشق، بناء على طلب قدمته القيادة الجنوبية لميليشيا حزب الله إلى قيادة مقر الحرس الثوري الإيراني في دمشق. الاجتماع
شهد حضور قاسم السبيتي قائد عمليات الوحدة 112 في سوريا وهاشم زريق الضابط بالوحدة 910 في سوريا وهو لبناني الجنسية، حيث تمت مناقشة لائحة مقترحات تتعلق بضرورة إعادة تنظيم خارطة الممرات العسكرية المخصصة لنقل المعدات اللوجستية والتقنية التي يخصصها الحرس الثوري لميليشيا حزب الله في لبنان وتنقل عبر الأراضي السورية. أبرز التفاهمات التي تمت خلال الاجتماع وكشفت عنها مصادر للحدث إخلاء كافة النقاط والمواقع التابعة لوحدات جيش النظام من أي تواجد علني لوحدات ميليشيا حزب الله، وإعفاء كافة الوحدات التابعة للنظام من أي مهام مشتركة مع ميليشيا حزب الله على طول الشريط الحدودي مع الجانب اللبناني. المصادر أوضحت أن هذا الإخلاء وإنهاء المهام يتعلق فقط بالحدود المشتركة في ريف دمشق، فيما تستمر المهام المشتركة بين الجانبين على طول الشريط الحدودي في محافظة حمص. وطلبت الميليشيا من إيران وفقا لمصادرنا بتوفير الدعم التقني لإعادة تنظيم البنية التحتية لشبكة الأنفاق والمقرات المركزية على جانبي الحدود لحماية تحركاتها، فيما تم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على اعتماد بلدة سرغاية كمقر رئيسي لتسليم شحنات الحرس الثوري على أن يتولى فيلق القدس ممثلا بالوحدة 190 مهام نقل الشحنات من عمق الأراضي السورية إلى بلدة سرغاية. قيادة المنطقة الجنوبية لميليشيا حزب الله أقرت هذه الخطة نتيجة للضغوط التي تتعرض لها داخل لبنان بهدف إخلاء كافة المواقع المشتركة لحزب الله والجيش اللبناني أيضا. وعلى هذا الأساس بدأت الميليشيا باعتماد استراتيجية جديدة تعتمد على مواقع مركزية تابعة لإشرافها بشكل كامل وإنهاء كافة المهام المشتركة على جانبي الحدود سواء مع جيش النظام في سوريا أو بعض المواقع التابعة للجيش اللبناني في لبنان. من بيروت ينضم إلينا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي. أهلا بك سيادة العميد إلى 19. بداية برأيكم، ما صحة وما دقة هذه المعلومات التي تتحدث عن نية حزب الله إعادة انتشار لخرائطه، إعادة يعني تنظيم خرائط ممراته في سوريا؟ أولا مساء الخير. يعني أولا من هذا التقرير أريد أن أقول أنه ليس جديدا أن تكون بلدة سرغاية هي نقطة تجميع أو نقطة استلام لمعدات تأتي عبر الأراضي السورية من العمق العراقي ومن إيران باتجاه الأراضي اللبنانية. فبلدة سرغاية موجودة في الداخل السوري وعلى أهم محور يمسكه حزب الله وهو محور النبيشيد جنتا، الكل يعلم ذلك. هذا هو أحد أهم المعابر أو هو الأهم بين معبرين، يعني الأول في الشمال الشرقي اللبناني في منطقة القصر والثاني في منطقة جنتا، وهذا يصل إلى بلدة سرغاية في الداخل السوري والزبداني، وبالتالي هذا ليس جديدا. يعني كل التهريب وكل البضائع التي تمر من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان تمر عبر هذا المعبر، فهذا ليس جديدا يعني أن تكون بلدة سرغاية تلعب هذا الدور. ثانيا يعني فيما خص النقاط المشتركة اللبنانية أو للجيش اللبناني مع حزب الله، فعلا ليس هناك نقاط مشتركة أو أي مهام مشتركة للجيش اللبناني مع حزب الله. ربما هناك في بعض المناطق في منطقة البقاع وفي الضاحية الجنوبية هناك تواجد للجيش اللبناني، ولكن هناك تواجد قريب منه لحزب الله بحيث أنه الجيش اللبناني لا يسيطر على النقاط ولا يتدخل بالنقاط التي يسيطر عليها حزب الله. هذا هو واقع الحال على الحدود
الشرقية بين لبنان وسوريا كما هو واقع الحال في الضاحية الجنوبية يعني. وحين يكون هناك نوع يعني مهمة للجيش اللبناني داخل هذه المناطق وهذه القطاعات يتم التنسيق مع حزب الله قبل تنفيذها. إذا ليس هناك نقاط مشتركة. طيب بالنسبة لموضوع المحاور وإعادة، طيب قبل أن نتابع عن يعني طبيعة النقاط المشتركة، حتى قلت أنه لا من نقاط مشتركة من الجانب اللبناني ولكن من الجانب السوري أيضا، لماذا الآن يعني تقرر إعادة نظر بخرائط ممراتهم؟ يعني نحن كذلك يعني أنا يعني إعادة أعطاء هذا ربما هي إعادة دراسة ربما جدوى المحاور اللوجستية أو محاور الإمداد الموجودة في الداخل السوري والتي تصل إلى لبنان في ضوء متغيرات عديدة. يعني أهمها أنه يعني الجنوب السوري جنوب دمشق لم يعد فعليا هناك مهام لنقل الميليشيات الإيرانية. ربما هناك بعض نقاط التي يتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران على مسافات معينة من الحدود مع العدو الإسرائيلي، ولكن كل لأنه ليس هناك يعني لأنه طريق بغداد دمشق، ونعني الطريق التي تمر عبر التنف هي طريق مقطوعة بسبب التواجد الأمريكي هناك، لا قيمة فعليا لهذه للمعابر التي تصب في هذه المنطقة، وكذلك يعني لا قيمة لها بسبب توصل الإسرائيليين إلى تفاهمات مع الروس لكي تكون القوات الإيرانية بعيدة لمسافات معينة عن الحدود. أنا أعتقد أنه يتم دراسة ربما هذه المحاور أولا بسبب تغييرات الوضع العسكري في اليمن، وربما بسبب تزايد يعني التحديات والتهديدات أمام الميليشيات الإيرانية في سوريا، وربما بسبب التأزم غير المعلن بين روسيا وبين إيران. يتم دراسة هذا الموضوع، ولكن لا أعتقد أن هناك خرائط جديدة اليوم. يعني محاور الإمداد الرئيسية التي يعتمدها حزب الله وإيران عبر سوريا إلى لبنان هي المعابر التي تبدأ من منطقة الأبو كمال، يعني نعني من منطقة من 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 محافظة دير الزور أو ربما من محافظة الحسكة وصولا إلى الرقة وإلى محافظة حمص، وبالتالي الوصول إلى الداخل اللبناني. نحن نتفق مع التقرير أنه كل المناطق الواقعة في المنطقة الوسطى وشمال دمشق هي لازالت ممسوكة على الحدود اللبنانية السورية بواسطة الميليشيات الإيرانية، ولكن القول أنه هناك إعفاء للجيش النظامي في سوريا من هذه المهام أعتقد أنه هذا قرار يتخذ، لا أقول يتخذ في دمشق ولكن يتخذ بالتنسيق مع موسكو ومع القيادة العسكرية. هو ليس إعفاء، هو إخلاء، تقرر إخلاء المواقع التابعة للنظام من أي تواجد لحزب الله معه. يعني سيكون هناك فصل بين المواقع النظام ومواقع يعني حزب الله. لماذا أيضا برأيكم؟ ربما هذا يعكس فعلا حالة التأزم الموجودة بين روسيا وبين إيران، وربما هذا نوع من ارتقاب لعمل عسكري ما، كأنما تريد القيادة السورية ومن خلفها موسكو أن تنأى بالمهام التي يقوم بها الجيش النظامي في سوريا، جيش النظام في سوريا، عن تواجد مراكز التي تواجد فيها الميليشيات الإيرانية. وربما هذا يأتي، وأنا قلت ذلك على محطتكم عدة مرات، أنه هناك نوع من التململ داخل الوحدات العسكرية السورية بأنها تتلقى ضربات من إسرائيل في الأماكن المشتركة، ويتحمل النظام تبعات الانتشار الميليشيات الإيرانية في سوريا. لذلك ربما تريد وحدات الجيش السوري يعني هذا الفصل من لصالح وحدات الجيش السوري، وبالتالي يعني لا اعتراض من قبلهم، وربما في غض طرف من قبل الجانب الروسي أيضا. هذا كلام صحيح. يعني كلنا ندرك أنه جيش النظام يتعامل مع روسيا، هذه الثنائية التي اعتمدها بشار مع شقيقه، فيما شقيق بشار الأسد يعني ماهر الأسد يعتبر نفسه أنه حليف للميليشيات الإيرانية، وبالتالي هناك توزيع أدوار. أعتقد عندما يأتي يعني قرار مسؤول أو توجه ما من قبل القيادة الروسية، وربما في سبيل تحقيق هدف ميداني ما وما بعد ربما هدف سياسي ما، يتم الفصل بين هذه
هذه القوى، بمعنى تقسيم قطاعات المسؤولية، وبالتالي إذا تعرضت الميليشيات الإيرانية لأي هجمات لن يكون الجيش السوري معني بالخسائر أو معني بالرد. شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. في 19 أيضا ولكن بعد الفاصل، ابنة النظام الإيرانية تتهمه بالتورط في عمليات القتل في سوريا واليمن. مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف هالتيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاد كل طرق الحديثه مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في ثلاث قرارات. القرار الاول تشميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصيل؟ قضية سداح مداح، ورح نرجع للفوضى والديكتاتوريات والأمور الأخرى. مش هنقدر نخليها تمر هذه الكلمة مرور الكرام. إيران فيها مشاكل عدة، وهنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين، نار الميليشيات ونار داعش. نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان. أنا شاعر، بلادي شاعر، أنا كلها شاعر. ما صرف اليوم من أموال في البنبان هو قمع لحرية الشعب السوداني، والثورة مستمرة. أحييكم من جديد. اتهمت فايزة هاشمي رفسنجاني إيران بالتورط في عمليات القتل في سوريا واليمن، مشيرة إلى أن طهران متورطة في قتل نصف مليون سوري خلال المعارك والمواجهات في سوريا. كما لعبت إيران دورا كبيرا في قتل اليمنيين من خلال دعم ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى العمل مع روسيا في تقديم الدعم العسكري والمالي لنظام بشار الأسد في الحرب الداخلية. ووصفت فايزة رفسنجاني سياسات النظام الإيراني باللا عقلانية والتي تسببت في فرض عقوبات على طهران. شخصية مثل الخميني لا يمكن قراءتها بوصفها مجرد مرجع فقهي للمسلمين الشيعة أو قائدا للثورة في إيران وحسب. ينظر إليه كأحد الزعامات الأكثر تأثيرا والتي غيرت تاريخ المنطقة والصراعات والحروب العنيفة التي شهدتها، كما أن أفكاره ساهمت في تثوير الفقه، وهي مفاهيم عكست بشكل مباشر على العلاقات الخارجية لنظام الجمهورية الإسلامية الذي تأسس في إيران بعد ثورة 1979، وجعل تلك الصلات ذات طابع متوتر مع دول الجوار العربي
العربي، وما زاد من منسوبه رفع الدولة الوليدة لشعار تصدير الثورة وما تبعه من تدخل في الشؤون الداخلية لها. أيضا لا يمكن تجاهل التأثير الفقهي للخميني على القضايا الداخلية في إيران، والتي غيرت وجه الدولة الملكية ذات الطابع الليبرالي التحديثي المتأثر بالأفكار الغربية. الخميني دفع بحوزة قم في إيران نحو الاشتباك السياسي بطريقة جعلت رجال الدين منخرطين مباشرة في الأحزاب والعمل النضالي وحمل السلاح في جبهات القتال، ثم طبعت تلك الدروس في كتابات الحكومة الإسلامية التي قوامها ولاية الفقيه المطلقة، وهي الولاية التي تستمد صلاحياتها من ولاية الإمام المعصوم بحسب الرؤية الخمينية. ربما من أكثر الرؤى النقدية التي قدمت بديلاً عن ولاية الفقيه هي نظرية ولاية الأمة على نفسها، والتي طرحها العلامة الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، تقوم على الإيمان أكثر بدور الشعب في تأسيس نظام الحكم، وأن الولاية في أي نظام هي للشعب وليس للفقيه. المرشد الحالي علي خامنئي سار على نهج الخميني في الإيمان بولاية الفقيه العامة وترسيخها، وزاد من قوتها التعاظم في دور مؤسسة الحرس الثوري، وأيضا الأذرع والأحزاب الخارجية المؤمنة بها مثل حزب الله في لبنان، عصائب أهل الحق، وحزب الله في الحجاز. رأى جمهور من الشباب المسلم الشيعي في الخليج والعالم العربي في ولاية الفقيه صيغة تحقق لهم ذواتهم الفردية والجماعية، وتشعرهم بالقوة وإمكانية أن يكون لهم شأن وتأثير، لذا آمن عدد منهم بها، وما جميع أقل ذهبت وانخرطت في تشكيلات أحزاب الله في الخليج وبالأخص في السعودية والكويت، وطال تأثيرها الشباب الحركي في البحرين أيضا. بل أن تأثير ولاية الفقيه لم يقف عند المسلمين الشيعة، حيث تأثر بها أعداؤها من الحركيين السلفيين وتحديدا السرورية، فضلا عن تحالف مجموعات من الإخوان المسلمين معها في أكثر من دولة عربية، وأبرز مثال علاقة حركة حماس مع النظام في إيران. تفكيك هذه الهالة القدسية هو الطريق الأول للتحرر من الخمينية السياسية، أي التخلص من أعباء ولاية الفقيه العامة والتزاماتها الدينية، وذلك يتم من خلال قراءة تفكيكية تعمل على نزع السحر وتبيان مكامن التفجير العميقة داخل النظرية ذاتها وعدم قدرتها على مواكبة قيم الحداثة والمدنية والليبرالية. وإلا سيبقى المزيد من الشباب منشدين لهذه الأفكار، غير قادرين على تجاوزها، وغير منتبهين للقنابل الموقوتة المختبئة في داخلها. من نيويورك ينضم إلينا المحلل السياسي الإيراني مهدي جلالي طهراني. أهلا بك سيد مهدي إلى 19. بداية، كيف نجح الخميني برأيكم بتصوير نفسه وكأنه المرجع الوحيد والأساسي للشيعة؟ يعني غير المطلعين على هذه الشؤون ربما يعني يعتقدون بأنه المرجع الوحيد للعالم الشيعي. I remember Khomeini once said that. ما زلت أتذكر أن الخميني قال في ذات مرة بأننا نكمل رسالة النبي محمد، لأن رسول الله كان يرغب بتأسيس قواعد إسلامية ودولة إسلامية، لكنه لم يمنى بالنجاح لأنه توفي في المدينة قبل إكمال تلك الرسالة،
وتأسيس نظام إسلامي كما كان هو مخطط، نظام إسلامي حقيقي. كافة الأنظمة الإسلامية الأخرى من حولنا ليست حقيقية، بل هي أنظمة إسلامية أمريكية حسب ما يزعم، بل وهذا ما قاله أنه لابد لنا من العمل على تأسيس دولة إسلامية حقيقية. ونظرة الولايات المتحدة لهذه النظريات المختلفة من الإسلام في السعودية وفي دول عربية تتفاوت، وعلى هذا الأساس فإننا نرى تلك التناقضات. سيد مهدي، أنا سألتك عن لماذا يصور أو نجح بتصوير نفسه على أنه المرجع الأساسي للشيعة وليس للمسلمين، يعني مثلا هناك مراجع أخرى ولهم نظريات أخرى، يعني إذا كان الخميني يؤمن بولاية الفقيه، هناك من يؤمن بولاية الأمة على نفسها كما السيستاني في النجف، كما أيضا الشيخ محمد مهدي شمس الدين. لماذا هؤلاء مثلا لم ينجحوا بترويج رؤيتهم للحكم، بينما الخميني ليس فقط نجح في ترويجها وإنما في تطبيقها وتصديرها أيضا؟ لأنه كان يضع قواعدا إسلامية وفقا لرؤيته ووفقا لرؤية الأخوان المسلمين في الدول العالم الإسلامية السنية، لكن ما من أحد يمكنه فعل ذلك في حقيقة الأمر إلا الخميني. لكن في عهد خامنئي الآن فإننا نرى بعض الإضافات المحددة على هذا النظام الإسلامي، بحيث أن الأيديولوجية الشيعية لها دور فعال وملموس. فعلى سبيل المثال، هم يقولون بأننا بحاجة إلى سلاح نووي لتزويدنا بقدرة عسكرية كافية للأئمة في العالم، ويقال بينما يقال بأن الأئمة لا تأتي إلى الدنيا لأنه لا يوجد قوة نووية، وهذه الرواية حديثة العهد وجديدة في هذه الأوقات المعاصرة. لماذا الشباب برأيكم ينجذب ل يعني فكرة ولاية الفقيه مع أنها ليست ربما واقعية، ولا يعني يتبنى كثيرا الرؤى الأخرى؟ جيل الشباب لا ينجذبون إلى هذه الأيديولوجية. معظم الشباب في إيران لا يرغبون بهذا التوجه، لكن للأسف لا يوجد أي اختراعات لتظهر حقيقة الأمر. لكن الحرس الثوري وبفضل الصلاحيات التي يتمتع بها قام بإقناع الناس عن طريق القمع أو الأموال أو الترهيب لأداء واجبهم، والناس ينظرون إلى هذا الأمر على أن النظام الإيراني قد قام بقتل أعداد كبيرة من المسلمين في سوريا واليمن أكثر مما أقدمت إسرائيل على فعل ذلك. فهذا ما اقترفه خامنئي في بحق المسلمين، وأكثر مما قامت به إسرائيل على مر 7 عقود الماضية. لكن خامنئي قتل في سوريا على يد سليماني وبدعم من الحرس الثوري أعداد أكبر من ذلك. الشعب الإيراني يرى كل هذه الأمور. كيف نجح برأيكم الخميني، نحن نتحدث عندما نتحدث عن الشباب المؤمن بهذه العقيدة بطبيعة الحال ليس كل الشعب الإيراني، ولكن المنتسبين لهذه المؤسسات والمنظمات والأحزاب التي تدور في فلك ولاية الفقيه، كيف نجح الخميني بجعل هذه العقيدة الدينية نواة لعقيدته السياسية؟
الأمر لا يرتبط بالشعب ولا يحظى بأي شرعية من الشعب، بل هو متأت من أموال المخدرات والتهريب وكافة ومعظم ميزانية إيران. إذا ما نظرنا إلى هذه الميزانية السنوية فجلها ينصب على الحملة الدعائية للنظام السياسي والحرس الثوري الذي يمتلك جل الصلاحيات في الأوساط الإدارية والقطاع العسكري وكلها تقع بيده. تخيلوا فقط أن القدرات والسلطات الإدارية كلها في الحكومات تقع بيد الحرس الثوري، وهذه الصلاحيات واسعة. ذكرت في سياق حديثك سيد مهدي أو يعني قمت بمقارنة بين هؤلاء وبين الإخوان المسلمين، وحقيقة يعني هناك العديد من نقاط التلاقي بين هذا التطرف الشيعي عند ولاية الفقيه وبين التطرف السني عند الإخوان المسلمين وغيرهم من المنظمات. لماذا نرى بأن المجتمع الدولي يقاتل أو يحارب أو يحاول يعني تطويق التطرف عند الجماعات السنية بينما يحاول فهم وحوار والتلاقي مع هذه الجماعات المتطرفة عند الشيعة؟ أعتقد أنهم يفعلون ذات الشيء كما فعل هتلر، وفي علوم السياسة نطلق عليها سياسة المهادنة، أي بمعنى أنهم يعطوا المزايا التي قد ترمي لتهدئة طرف ما وتمكين المعتدلين، لكن لا يوجد أي شيء من هذا القبيل في إيران، معتدلين أو ما شابه ذلك. كل الحكومة في إيران تعد متطرفة ولديهم الأيديولوجية التي تم تلقينهم بها والتي تدفعهم للإيمان بالجهاد، ليس فقط ضد الكفار بل أيضا ضد المسلمين الذين يتبعون الكفار، ويجدون أن هؤلاء المسلمين يعيشون في دول مجاورة بالقرب منهم. لذا بصورة أساسية لا نرى أي من الحكومات الإيرانية التي تقوم بانخراط واسع في السلام أو المصالحة، بل فقط في الجهاد. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الإيراني مهدي جلال تهراني، كنت معنا مباشرة من نيويورك، شكرا لك. الساعة الأولى من 19 انتهت، وإليكم أبرز مواضيع الساعة الثانية. مجلس السيادة يشكل لجنة للتواصل مع كل الأطراف السودانية، والبرهان حريص على تعيين رئيس وزراء مدني. برئاسة عقيلة صالح جلسة نيابية جديدة حول الانتخابات، وواشنطن تطالب بإعادة الزخم. رغم المحادثات مع الولايات المتحدة، روسيا تحشد على الحدود وخبراء يرسمون سيناريو غزو أوكرانيا. دقائق قليلة ونفتح كل هذه الملفات بالنقاش والتحليل، ابقوا برفقتي. هي من سوف يتجه إليها الشعب
وأما أن يدعمها أو يسقطها. هناك تجاوز للقانون بشكل صريح وواضح. هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر على سير الانتخابات؟ في الشارع رغبة كبيرة في دعم كل مرشح. الحديث اليوم عن توافق متأخر جدا. هل يمكن أن نقول لكل إقليم هناك مرشح؟ الانتخابات حتى وإن جرت بشكل المخطط لها لن تكون نهاية الانقسامات ونهاية الأزمة في ليبيا. كل الحلول السابقة ساهمت في مزيد من التشظي والانقسام. هل هناك تخوف من أن يخرج السلاح الذي تم التهديد به قبل إلى هذا اليوم؟ ليبيا دائما عودتنا على المفاجآت. هل نعتبر بأن الآن المعركة الانتخابية يمكن أن نقول أنها بدأت؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك، حاضرك، مستقبلك. قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعدا في كل يوم. أحداث تولد على مدار الساعة، صراعات وتحالفات، شعوب وحكومات، خطوط تغيرت، أسرار كشفت وعناوين برزت، أحداث متسارعة أدفعنا للبحث عن تفاصيلها. عند لحظة حدوثها هي الواقع الذي نعيشه. فدمعت عقارب الساعة تتسابق. نحن وأنتم معها مستمرون وملتزمون بنقل الخبر وكل ما يدور من حوله. اليوم يتكرر المشهد منذ أكثر من عام، وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافاً لميليشيات الحوثي وألياتها في صرواح والبيضاء خلال 24 ساعة. يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاغتيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجود الآن في اليمن؟ تتصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. هل علمت طبيعة هذه العقوبات؟ ما الذي أوصل اليمن إلى هذه الحالة؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل، أين هم مما يحدث عندما يأتي الشتاء؟ ستكون الأمور صعبة للغاية. قاعد لنا نزوح، ما عاد شلنا الطاقة، تبهدلنا كثير.
مجلس السيادة يشكل لجنة للتواصل مع كل الأطراف السودانية، والبرهان حريص على تعيين رئيس وزراء مدني. برئاسة عقيلة صالح، جلسة نيابية جديدة حول الانتخابات، وواشنطن تطالب بإعادة الزخم. رغم المحادثات مع الولايات المتحدة، روسيا تحشد على الحدود، وخبراء يرسمون سيناريو غزو أوكرانيا. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة، والتي نبدأها من السودان، حيث جدد مجلس السيادة الانتقالي اليوم ترحيبه بالمبادرة الأممية للحوار بين السودانيين. وأعلن المجلس تشكيل لجنة برئاسة عضوه مالك عقار للتواصل مع كافة المكونات لتوافق سياسي تام. وقال رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان إن الحكومة حريصة على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس وزراء مدني. من جهته، أكد القائم بالأعمال الأمريكية في السودان براين شوكن دعم بلاده للمبادرة الأممية واستعدادها التام للعمل عبرها بالتنسيق مع بعثة دولية ودول الترويكا والمحيط الإقليمي لدعم جهود السودانيين لتجاوز الأزمة الحالية. ولاحقا قال رئيس البعثة الأممية فولكر بيريتس إن المبادرة مساهمة لتسهيل عملية التشاور حول الانتقال الديمقراطي، مجددا التأكيد أن البعثة لا تحمل مذكرة أو مسودة حول الأزمة، بل تتم عبر الحوار مع السودانيين. احنا كيونيتامس كأمم متحدة لا نجي بمسودة جاهزة أو بأي مشروع جاهز. إحنا في هذه المرحلة نستشير السودانيين، المجتمع السوداني مع كل المكوناتها، لأن نسمع منهم، لأن نسمع ونفهم تصوراتهم ورؤيهم عن الطريق إلى الأمام. قال عثمان إدريس نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان إن لديهم مشروع رؤية ثورية لبناء جبهة شعبية عريضة. المطلوب أن يجيب عليه فولكر حواره، المطلوب عمله داير يجريه والتشاور معمله. إذا التشاور مع قوى الثورة، فنحن حزب البعث العربي الاشتراكي كجزء من قوى الحرية والتغيير أصلا عندنا مشروع رؤية ثورية لبناء جبهة شعبية عريضة لإسقاط انقلاب 25 أكتوبر، بيضم قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، وكافة القوى الثورية خارج قوى الحرية والتغيير، سواء حتندمج ضمن قوى الحرية والتغيير أو حيبقى تحالف معاه في إطار جبهوي. لكن لا جلوس مع الانقلابيين ولا حوار مع الانقلابيين ما لم يتم تقديمهم بسبب جريمة الانقلاب والجرائم اللي ترتبت على الانقلاب لمحاكمة عادلة ونزيهة. بدوره قال سليمان صندل حقار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة في السودان إن الحل الوحيد للأزمة السودانية هو الحوار. نحن نرحب طبعا بالمبادرة، وأصدرنا بيان بهذا الخصوص، وكذلك قلنا بأن الحل الوحيد في هذه الأزمة الحوار. لكن طبعا لابد لي أن أتأسف جدا أن الأفضل أن السودانيين فيما بينهم وحيدين بدون أي تدخل آخر، سواء كان من الأمم المتحدة أو أي وسيط آخر، أن نصل إلى اتفاق، لأن عندنا القدرة السياسية وعندنا الإرادة. لكن في نهاية المطاف افتكر أنه دور السيد فولكر يجب أن يكون في إطار التسهيل، وكذلك مسألة الإعداد، ولكن ما أعتقد أنه هو الذي يقوم بوضع الرؤية أو الحل السياسي. الحل السياسي يجب أن يأتي من الإخوة القوى السياسية.
أما مساعد رئيس حزب الأمة القومية السوداني عبد الحليم تيمان فقال إن الحوار يجب أن يكون مراقبا دوليا وأقليميا من خلال مائدة مستديرة. فولكر في طرحه يتحدث عن دعم المسار الانتقالي وتعزيز الحكم المدني. في هذه الحالة نحن متفقون مع مبادرة فولكر. شيء آخر، في خارطة حزب الأمة نحن تحدثنا عن حوار يكون مراقب دوليا وإقليميا من خلال مائدة مستديرة، نظرا لانعدام الثقة في الفترة السابقة ولتأسيس ضمانة حقيقية للتحول الديمقراطي. وهذه المبادرة بهذا الشكل ومع احتمال كبير بوجود مراقبين إقليميين ودوليين، فهذا أيضا يتفق مع مبادرة حزب الأمة. نحن أيضا في آليات خارطة الطريق بالنسبة لحزب الأمة ذكرنا أن مبدأ الحوار هو الأساس الذي سنعتمد عليه. من الخرطوم ينضم إلينا نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير. أهلا بك سيد نور الدين. يعني كما هناك أطراف مرحبة بالمبادرة الأممية، هناك أطراف منددة ورافضة بشكل قطعي لها. برأيكم من سيتولى مهمة التشاور مع هذه الأفراد أو هذه الكيانات الرافضة لإقناعها بإعطاء هذه المبادرة فرصة؟ هل المجلس السيادي أم أفراد البعثة الأممية؟ بالتأكيد المجلس السلطة الانقلابية أو ما أسميته أنت مجلس السيادة لن يستطيع أن يلعب أي دور فاعل، فمحط الاتفاق الوحيد ما بين كل القوى المدنية أن هذا المجلس باعتباره مجلسا انقلابيا ارتكب ما ارتكب من الجرائم طلال الفترة الماضية هو جسم غير مقبول به لا سياسيا ولا شعبيا، فلا أعتقد أنه يمكن أن يلعب أي دور إيجابي. فيما يلي يعني التحاور ما بين القوى التي رحبت بتحفظ بهذه المبادرة والقوى التي رفضتها، أنا أعتقد أن هناك الكثير جدا من القواسم المشتركة التي تجمع ما بين هذه القوى. هناك هذه القواسم تتمثل أن الجميع يرفض ما حدث في 25 من أكتوبر ويعتبره انقلابا، كذلك عامل الثقة المنهار تماما في السلطة الانقلابية وبالتالي التمنع في التعاطي معها والتحاور معها هو موقف مشترك. القوى المتحفظة أو التي رحبت بتحفظ والقوى الممتنعة هي تتشارك في أن السلطة الانقلابية من الصعب بل مستحيل أن يتم الجلوس معها باعتبار التاريخ الحاضر الذي بالنسبة لدينا والذي يحمل ما يحمل. لكن ما خياراتها الأخرى سيد نور الدين؟ والمواثيق يعني لا هي هذه الكيانات كلها، لا هي موحدة وليس لديها رؤية واضحة ولا تقدم خارطة طريق متفق عليها من كل الأطراف، يعني لا هي تساعد ولا تسمح بأن يتم مساعدتها. أعتقد أن هذه القوى إذا أردنا أن نكون دقيقين هي نعم غير موحدة تنظيميا لكنها موحدة في موقفها السياسي تجاه السلطة الانقلابية، وهذا هو العامل الأهم بالنسبة لنا. قوة الشارع تعتمد بشكل أساسي على وحدة الموقف السياسي، ولذلك تجد على الرغم من التباينات في بعض النقاط التفصيلية ما بين القوى السياسية والقوى الثورية، لكن على مستوى الشارع، على مستوى التحركات الجماهيرية، على مستوى حالات الإضراب والعصيان المدني. طيب ولكن سيد نور الدين أنت تعلم بأن العمل موحدون. السياسي يتطلب أكثر من مجرد توحيد الشعارات.
بالتأكيد هذا الآن ليس هو توحيد للشعارات، الرفض السلطة الانقلابية والدعوة إلى ذهاب هذه السلطة الانقلابية إلى الزوال وإخراج المكون العسكري من حلبة المشهد السياسي، هذه ليست شعارات، هذه مطالب قال بها السودانيون منذ الساعات الأولى للانقلاب. لا يمكن أن تكون هذه شعارات، ولا يمكن أن يضحي الشعب السوداني. يعني الشعب السوداني الآن يضحي بهذا الرتل الكريم جدا من الشهداء الأكرم منا جميعا، الإصابات، حالة الشلل التي تعيشها الدولة يعني بسبب يعني انتظام السودانيين في مقاومة الانقلاب. أعتقد هذه ليست شعارات، هذه مطالب، ولا أعتقد أن ما نقول به هو يعني حالة من انسداد الأفق السياسي، بل على العكس، نحن نعتقد أن انفراج الأزمة السياسية في السودان تقتضي ذهاب المكون العسكري وخروجه من المشهد السياسي، ليس خروجه بحسب بل إسقاطه إسقاطا كاملا كما أسقطنا شمولية عمر البشير من قبل. لا يمكن أن نرحم، ولكن أنتم أسقطتم جمهورية عمر البشير أو من خمسة قبل أفراد بمساعدة هذا المكون تحديدا الذي اليوم تريدون وكأنه اقتلاعه من المشهد بشكل كلي. ألا تعتقدون بأنه البراغماتية السياسية تفرض اليوم التعاطي مع هذه المبادرة بما أنها مقترحة من الأمم المتحدة، مدعومة من دول الترويكا الراعية للشأن السوداني، مدعومة من الدول الأقليمية، وهناك أطراف في الداخل أيضا حتى داخل قوى الحرية والتغيير ترحب بهذه المبادرة، يعني على الأقل يجب إعطاؤها فرصة؟ الموقف هنا لا يحتمل أي شكل من أشكال أي شكل من أشكال التكتيك. هنا الموقف يتطلب مواقف مبدئية واضحة. نحن لا نتحدث عن أن بيننا وبين السلطة الانقلابية محض خلاف سياسي أو تباين حول قضية سياسية عابرة. نحن ندخل معهم في صراع وجودي، إما سودان حر مدني ديمقراطي أو سودان يعني تكون فيه الدولة معسكرة ويدار بشكل شمولي. هذه قضية لا تحتمل أي شكل من أشكال التكتيكات أو غيرها من وسائل العمل السياسي. هنا يستوجب علينا اتخاذ مواقف مبدئية. نعم. يعني لا يمكن. طب ما أدواتكم لتحقيق ذلك؟ الشعب السوداني أن يتحدث. لدينا طبعا أسلحتنا المدربة، نفس الأسلحة التي استخدمناها في إسقاط سلطة عمر البشير، نفس الأسلحة التي استخدمناها في إسقاط نظامين دكتاتورين سابقين لنظام عمر البشير، هي الوسائل التي سوف نتبعها. لن نتخلى إطلاقا عن حراكنا السلمي الجماهيري. طيب، ولكن بموازاة الحراك السلمي أن هذا السلاح. أعتذر على المقاطعة، ولكن لضيق الوقت أود الاستفادة من كل النقاط مع حضرتك سيد نور الدين. بموازاة الاستمرار بالحراك السلمي، هل هناك خارطة طريق واضحة يمكن أن تقترحوها على المعنيين عندما تقولون نحن نرفض هذه المبادرة الأممية ولكن لدينا بديل؟ هل هناك بديل فعلا، خارطة طريق واضحة تقدمونها للجهات الدولية المعنية والتي تحاول يعني إخراجكم من هذه الأزمة؟ نحن لم نرفض المبادرة الأممية بشكل مطلق. نحن بالعكس رحمنا بها، قلنا أن كل من يريد يعني من الأسرة الدولية الفاعلين الدوليين مساعدة السودان فمرحبا به، لكن يجب أن تكون هذه المساعدة وفق أهداف محددة. هذه الأهداف المحددة هي إقامة دولة مدنية. يعني هذه الحوارات التي يدعو لها يعني أو تدعو لها البعثة الأممية في السودان يجب أن تنتهي أو ينتهي مطافها بإقامة دولة مدنية ديمقراطية. مشكلتنا أن الثقة في المكون العسكري كي ندخل معه في شراكة جديدة، ونحن جربناه مرة ومرتين وثلاثة، نعتقد أنه يستحيل أن نصل معه إلى أي شكل من أشكال التسويات يمكن أن تقودنا إلى دولة مدنية ديمقراطية. وفي هذا نحن نفرق بالمناسبة بين قادة المكون العسكري وما بين مؤسساتنا النظامية ممثلة في الجيش والشرطة وجهاز المخابرات. مرحبا بكل من يريد تقديم العون لنا، لكن لا يمكن بالفعل الجلوس مع السلطة الانقلابية مرة أخرى، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. هل تعولون مثلا على تمايز ما داخل المؤسسة العسكرية؟
طبعا القرار الذي تتخذه المؤسسة العسكرية، نحن يعني في يعني نحن في انتظار، نحن طبعا مؤسسات مدنية، ليس لنا يعني صلة أو وجود داخل القوات النظامية، ولكن نريد أن نقول أن ثقتنا في هذه المؤسسات عالية جدا. إشكالنا ليس معها، إشكالنا مع قادة المكون العسكري، قادة السلطة الانقلابية. ودعونا نتذكر أننا عندما ذهبنا في العام 2019 إلى في يوم السادس من إبريل إلى يعني إلى مقار الجيش، لم نكن نستهدف أشخاصا بعينهم، وإنما كنا نستهدف مؤسسات نعتقد أنها ملك للشعب السوداني وخلقت لخدمة الشعب السوداني. شكرا جزيلا لك نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير، على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا المستشارة الأممية تدعو لمصالحة وطنية شاملة وسريعة في ليبيا. تظاهرات في العام الجديد والتي دعت إليها لجان المقاومة توجهت إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية. بيان رسمي للشرطة تحدث عن متفلتين، من يقصد تحديدا؟ ما حدث أمس هي مجزرة حقيقية. هل للشارع مسؤولية في هذا الأمر؟ لا يمكن أننا نحتمل تجربة فاشلة نظيفة لتجاربنا الفاشلة السابقة. يعني أشكال من العنف، وهذا العنف بدأ يأخذ مناحي شبه ممنهجة. هل ثمة أصداء لهذه التظاهرات؟ داهموا المبنى وظلوا يبحثون عني، اقتحموا المكتب وقاموا بالاعتداء على المصورين وعلى المنتجين. 54 قتيل حتى اليوم، والبعض يتحدث عن أفق الحل، من أين يبدأ؟ ما الذي يفهم من الموقف الأمريكي الآن؟ ما الرسالة؟ ما أعتقد الرسالة هذه يعني معني بها دكتور عبد الله حمدوكي. أنني قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء. في رأيكم هل هذه الاستقالة ستكون مدخلاً لحل الأزمة السودانية أم بالعكس؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أحييكم من جديد ونتابع مع الشأن الليبي، إذ تواصل لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان الليبي مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية بهدف التوافق على صياغة جديدة تقود البلاد لإجراء انتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل، حيث يعقد البرلمان الاثنين المقبل جلسة عامة برئاسة عقيلة صالح الذي سيعود إلى تولي مهامه بعد الإجازة التي قضاها بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك للنظر في العديد من القضايا المهمة، لا سيما مصير الانتخابات بعد تعذر إجرائها في 24 من ديسمبر الماضي. كما أشار إلى أن البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي. وتابع قائلا إن لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم
إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك. ولا يبدو المشهد السياسي في ليبيا واضحا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتى اللحظة. رغم هذا الحراك السياسي المكثف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادة إلى نشوب نزاع مسلح تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات التي سجل للمشاركة فيها نحو 3 ملايين ليبي. إلى ذلك، طالب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بإعادة الزخم للعملية الانتخابية التي تأجلت. وأكد السفير الأمريكي خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعم الولايات المتحدة لأي عملية تمنح الليبيين حكومة قوية وموحدة. من جهته، طلب المشري الذي التقى أيضا السفير الإيطالي بإصدار قوانين توافقية سلمية أو سليمة تجري عليها الانتخابات لضمان عملية انتخابية نزيهة على حد تعبيره. قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إنها اتفقت خلال لقاء مع ممثلة المفوضية الأفريقية للبلاد وحيد العياري على الحاجة الماسة لإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة سريعة. وأضافت: أكدنا ضرورة أن ينسق الشركاء الدوليون جهودهم دعما لعملية انتخابية تحترم الجدول الزمني الذي حددته خارطة الطريق وإرادة نحو 3 ملايين ليبي سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم. من بنغازي ينضم إلينا نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. أهلا بك سيد عبد الحفيظ. إلى 19، ما المتوقع من جلسة البرلمان التي ستعقد الاثنين المقبل؟ هل يمكن أن يعول عليها بأن تخرج بأي شيء عملي ومفيد؟ مساء الخير أختي الكريمة والمشاهدين الكرام. لا لا، يعني جلسة ستؤجل إلى جلسات أخرى ولن ينتج عنها شيء. يعني مجلس النواب يعني شكل لجنة، واللجنة يعني لم تنتهي من عملها ولن تقدم شيء ولن تكون هناك خارطة طريق. هم يستفيدون من البقاء في السلطة ومن دور الأمم المتحدة الذي أصبح مائعا بعد أن جعل العملية السياسية برمتها والأمنية في ليبيا في مهب الريح وفي مفترق طرق، لا أحد يعلم على وجه التحديد أين هو المسار لحل الأزمة، والمسار الذي ستسلكه هذه الأزمة للحل لا يبدو في الأفق يعني شيء على الإطلاق. مجلس النواب جلسة تلو الأخرى وتؤجل بالأسبوع وبأسبوعين دون أن نصل إلى نتيجة ما. جلسات وحوارات ونقاشات كلها عقيمة ولا تفضي إلى حل. طالما تم إجهاض العملية الانتخابية والموعد الذي حدد منذ ما يزيد عن العام ونصف العام، لا أحد الآن يعني حتى لجنة خارطة الطريق منفردا لحل الأزمة. سيد عبد الحفيظ، حتى لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان والتي من مهامها التدقيق بما حدث ومحاولة إيجاد خارطة طريق جديدة، كذلك لا يمكن التعويل على محاولاتها وأعمالها؟ لا لا لا، نعم نعم، لا يمكن التعويل على محاولاتها وأعمالها بكل تأكيد. أخذا بالتصريحات، لماذا؟ لأن خارطة الطريق يعني التي سيعدها البرلمان، هذا إذا نجح أعضاء اللجنة في إعداد خارطة الطريق. هم التقوا بالمبعوثة الأممية أو المستشارة الأممية، والتي يعني كل تصريحاتها
يعني للأسف الشديد باهتة ولا معنى لها، لا هي ولا السفير الأمريكي، الذين فقط يتحدثون عن محاولة يعني إحياء العملية الانتخابية والمحافظة على زخم العملية الانتخابية. لا، العملية الانتخابية أجهضت، العملية الانتخابية ألغيت. يجب أن يكون هناك تصريح واضح وصريح من الأمم المتحدة بأن خارطة الطريق التي وضعتها فشلت، وأن العملية الانتخابية تم إجهاضها من قبل الأطراف المختلفة سواء كان المحلية أو الدولية، وبالتالي هم يبحثون الآن على مخرج للأزمة، ولا أعتقد أن هذا المخرج متاح أو متوفر حتى الآن. لا، هم لا يريدون خارج جديدة. وهذا إذا كان الداخل الأطراف الداخلية سيد عبد الحفيظ برأيكم غير قادرة على الخروج بخارطة طريق واضحة لحل الأزمة، والأطراف الدولية التي ترعى الشأن الليبي، ذكرت المبعوثة الأممية أيضا السفير الأمريكي وغيرهما، كذلك لم يتمكنا حتى الآن من اشتراح حل أو تحريك المياه الراكدة، مياه الأزمة الراكدة، يعني على ما سيكون مفتوح المشهد في ليبيا؟ هل سيستمر الستاتيكو القائم الآن إلى سقف زمني غير محدد؟ نعم. هذا ما يهدفون إليه. كل الأسام يعني كل الأسام ستستمر. هم يتحدثون على تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات البرلمانية، لا أحد يريدها ولا أحد يعمل من أجلها. قلنا بأن الحل، إذا هم يتحدثون عن حل ليبي، والمضحك أن من أتت به إرادة دولية يتحدث بأنه يرفض التدخل في الشؤون الدولية كرئيس مجلس ما يسمى بمجلس الدولة، يعني هذا أمر يعني مدعاة للسخرية حقيقة. يعني أنت أتيت بإرادة دولية ولا تأتي بإرادة محلية وترفض الحل الذي يأتي من الخارج، طيب هذا كلام غير منطقي. كل المبادرات كانت دولية، يعني سواء كان في برلين أو قبل برلين أو كانت خارطة طريق في جنيف، كلها برعاية الأمم المتحدة والأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية. وبالتالي هذه الأطراف ليس لديها يعني الرغبة في الإفصاح عن الحل القادم للأزمة السياسية. وبالتالي أنا قلت بأن الأزمة الآن في مفترق طرق، لا أحد يعلم ما هو المسار الذي ستتخذ، ولكن الإرادة الدولية حاضرة. يعني السيدة ستيفاني اليوم تتحدث عن إطلاق مصالحة، طيب ما المجلس الرئاسي الذي أتيت به أنتم أطلق عملية مصالحة؟ لأنها المصالحة لا قوائم لها ولن تقف، لأنها لا تستند إلى عدالة ولا تستند إلى إجراءات وآليات سليمة. سنظل نتحدث ونشتر الحديث من حين إلى آخر دون أي حل للأسف شديد. الأطراف الدولية سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا هي يعني تدير الأزمة حتى لا تخرج عن السيطرة، ولكنها لا تبحث جديا عن حل. كلام السيد نورلاند يختلف عليه كل يعني تصريحاته. طب لماذا المجتمع الدولي إذا كان سيد عبد الحفيظ أعتذر مجددا على المقاطعة، إذا كانت الأطراف الداخلية يعني ترغب بالحفاظ على الوضع القائم من أجل الحفاظ على مصالحها، الأطراف الخارجية التي كانت مستعجلة لإجراء الانتخابات طبعا ولحل الأزمة الليبية، لماذا الآن نراها أيضا يعني وكأنه أفهم هذا من حديثك كذلك يعني غير مستعجلة على تغيير الوضع القائم؟ لأن تقاطعت مصالحها في الانتخابات الرئاسية، ومن سيحكم ليبيا ومن سيكون الحاكم القادم لليبيا وهو بكل تأكيد مدعوم من إحدى هذه الأطراف وهو يمثل إحدى هذه الأطراف، ونحن رأينا من تقدم الانتخابات كل مدعوم بطرف دولي، وبالتالي تقاطعت المصالح عند هذه النقطة وفشلت الانتخابات الرئاسية عندما فتحت مفوضية الانتخابات الباب على مصراعيه لكل من يعني يريد أن يتقدم الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن تاريخه وعن يعني ماضيه القريب المعادل لكل العملية الديمقراطية، وهذه يعني أجهضت الانتخابات الرئاسية. والمجلس النواب يعني هو يعلم بأن الانتخابات الرئاسية لن تحدث في ليبيا، وبالتالي هو اشترط أن تتم الانتخابات الرئاسية أولا ثم بعد شهر تجرى الانتخابات البرلمانية لتفشل العملية الانتخابية بالرمتها سواء كانت رئاسية أو برلمانية. المجتمع الدولي حتى الآن يعني لا يضع تصور لحل الأزمة السياسية الليبية، بدليل أنهم لا يتحدثون عن خارطة جديدة ويقولون أنه لا حاجة لخارطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا. إذن لا يريدون أن يقروا بأن العملية الانتخابية ألغيت، وليس فقط فشل ولكن إلغاء. وأنا قلت بأن الانتخابات الرئاسية لن تجرى لا في سنة ولا في سنتين ولا في 3 سنوات في ليبيا، شيء مؤكد. إذن أمامنا أن نذهب إلى مرحلة جديدة في ظل
برلمان جديد قادر على إنتاج حكومة جديدة ونتخلص من هذه الأجسام، لا رئاسي ولا حكومة وحدة وطنية ولا برلمان. ولكن حتى هذا الحل لا يريدونه. لماذا؟ لأن هناك من يعلق على شماعة الإخوان أنهم يريدون هذا الحل لينتخبوا رئيس من داخل البرلمان، وهناك من يريد أن يمدد لنفسه بحجج وذرائع واهية للأسف الشديد. قد يكون هناك مبادرات وطنية تنتج عن قوى وطنية، عن أحزاب سياسية، يعني يجب أن تتحرك في هذه الأثناء حتى لا نكون رهينة لهذا الوضع الشائك والغامض والذي ينذر بتفجر الأوضاع. يعني الآن يعني المسار الأمني فشل، مسار الخمسة زائد خمسة فشل. نعم أعتذر ولكن انتهى وقت هذه المقابلة. شكرا جزيلا لك نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة، كنت معنا مباشرة من بنغازي. شكرا لك. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا الجيش الروسي يبدأ مناورات بالذخيرة الحية قرب أوكرانيا. أن التصعيد أخذ بالاتساع، حيث نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة. هل هناك معلومات عن قتلى بين المتظاهرين؟ من يمتلك هذه التقنية ومحاولة الانقلاب هذه ممن؟ فقد تعرض منزلي إلى عدوان الجبان. السلاح المنفلت هو الخطر الرئيسي الذي يهدد إنتشار أمني كثيف. هل يعني هذا أن الكاظمي دخل الآن في مرحلة الصدام مع التابعين لإيران؟ هذا يدلل على أن لا تسليم سلمي للسلطة في العراق. ولديه مشكلة واحدة فقط، أنه هذا الرجل أوقف المشروع الإيراني في العراق. هل تملك هذه الميليشيات هذا القدر من القوة والسلطة؟ من المستفيد من إزاحة رئيس الحكومة عن المشهد القادم في العراق؟ في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. أحييكم من جديد. بعد إعلان الخارجية الأمريكية انتهاء المحادثات الأمنية مع روسيا، تواصل الأخيرة تعزيز قواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية متمسكة بمطلب الضمانات المكتوبة بأن لا يتوسع حلف الناتو شرقا. كما بدأ 3000 جندي روسي مناورات بالذخيرة الحية غرب البلاد في مناطق بعضها قريب من أوكرانيا، فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنهاء الصراع مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا. كما أضاف أن روسيا لا تمتلك الحق في تحديد إمكانية انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي. ساعات من التفاوض بين الجانبين الروسي والأمريكي حول أوكرانيا، إلا أن شيئا لم يتغير. مؤشرات عديدة تظهر نية روسيا للاستمرار في سياستها العسكرية التي يراها الغرب تحضيرا لغزو أوكرانيا. موسكو واصلت تعزيز قواتها وحشدها العسكري، وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد بدأ الجيش الروسي خطوات لنقل مروحيات عسكرية متقدمة إلى الحدود الأوكرانية. مستقبل أوكرانيا لا يزال على المحك،
فموسكو متمسكة بطلب ضمانات مكتوبة بأن حلف الناتو لن يتوسع شرقا، وواشنطن تعلن عدم موافقتها مشددة على عدم السماح لأي شخص بإيقاف سياسة الباب المفتوح التي ينتهجها الناتو حيال الدول التي تسعى للدخول إليها. شبكة اي بي سي نيوز نقلت عن وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن ان الولايات المتحدة عرضت على بوتين طريقين، اولهما من خلال الدبلوماسية والثاني من خلال الردع والتهديد بعواقب وخيمة. دبلوماسيون امريكيون يرون ان روسيا تصر على مطالبها لتجد مبررا لتنفيذ عمل عسكري ضد اوكرانيا، رغم علمها بان واشنطن لن توافق على هذه المطالب. وبينما تستمر روسيا في حشدها العسكري على الحدود الأوكرانية، ينتظر الناتو مفاوضات معها خلال الأيام القادمة تشارك فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبية. من حيث العتاد والعدة تبدو روسيا قوة عسكرية لا نظير لها بمقدورها اجتياح أي بلد. كان هذا صحيحا في الماضي، فهل يصح أن نقول ذلك اليوم؟ لا حديث هذه الأيام سوى عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا، ما ينذر بنشوب حرب على نطاق لم يشهده العالم منذ 2003. مرد هذا الكلام هو تصاعد وتيرة التوتر بين موسكو وكييف، ما دفع روسيا إلى حشد حوالي 100,000 من جنودها على حدود أوكرانيا. مع ذلك يقول خبراء إنه من أجل غزو بلد بأكمله تحتاج موسكو على الأقل ما بين 150,000 إلى 200,000 جندي. في نظر معهد أمريكان أنتربريز، إن أي عملية حاسمة لاحتلال أوكرانيا تتطلب مقاتلاً واحداً مقابل 20 مواطناً أوكرانياً. لاحقاً ربما تحتاج روسيا إلى قوات يزيد عددها عن 320,000 فرد للسيطرة على كييف ومدن أخرى ومواجهة أي حركة مقاومة محتملة. لوجستياً بيد روسيا صواريخ باليستية، ما يمكنها من تدمير وحدات عسكرية أوكرانية من بعيد وحصد آلاف الضحايا وفق معهد أبحاث السياسة الخارجية. على الميدان ليس سهلاً تطويق كييف، لذا يتوقع خبراء أن تلجأ روسيا إلى ثلاثة خيارات عسكرية متتالية عوضاً عن غزو شامل وسريع. في البداية من غير المستبعد دخول القوات الروسية إلى إقليم دونباس الذي يسيطر عليه الانفصاليون وضمه إلى روسيا. بعد ذلك توسع نطاق الأراضي المحتلة عبر السيطرة على ممر بري داخل الأراضي الأوكرانية يربطها بشبه جزيرة القرم، ومن ثم الاستيلاء على مواقع صناعية رئيسية أخرى ومحاولة إضعاف الجيش الأوكراني. وهنا بإمكان القوات الروسية تدمير المنشآت العسكرية في دونباس في حملة علنية محدودة تهدف إلى إضعاف أوكرانيا. كخيار أخير بمقدور روسيا عزل أوكرانيا عن البحر الأسود، وهذا من شأنه أن يرقى إلى الاستيلاء على الجنوب الأوكراني. يكاد الجميع يسلم بفرضية قوة روسيا، لكن ثمة معطيات أخرى. فعلى الضفة الأخرى هناك جيش أوكراني بعتاد متطور وبتعداد يبلغ 145,000 عنصر. زيادة على ذلك فإن ثلث مواطني أوكرانيا على استعداد لخوض غمار مقاومة مسلحة ضد أي احتلال قادم، وهو ما خلص إليه استطلاع رأي حديثة. We'll be right back.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن كورت فولكر سفير أمريكي سابق للناتو، ومن موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فاتشسلاف ماتازوف. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيد فولكر، برأيكم نحن استعرضنا مختلف السيناريوهات التي يتم تناولها عن كيفية مقاربة روسيا لإمكانية غزوها أوكرانيا، أي سيناريو هو الأقرب للحصول برأيكم؟ أتفق معكم بأن عملية غزو كاملة لأوكرانيا هو أمر غير وارد، لأن روسيا في الفترة الحالية تقوم بالنظر بأشياء قد تصب في مصلحتها. فمثلا روسيا قد تهتم بضم شبه جزيرة القرم مع بقية المناطق الروسية الأخرى، وبتلك الطريقة سوف تكون لها قدرة السيطرة الكاملة على كافة خيرات تلك المنطقة. ومن منظور غربي فإن الدول الغرب تنظر إلى ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو بعين إيجابية، الأمر الذي قد ينطوي على تبعات سلبية بالنسبة لموسكو. سيد فاتشسلاف، يعني من أو ما يتم تناوله بأنه كل ذلك هو من باب التهويل، وبأن روسيا كما الصين تعتمد ما يسمى بالاستراتيجية اللينينية، بأنها يعني تحشد القوات، تهول، يعني تقول بأنها ستقتحم تذهب إلى أو تخترق سيادة بلد ما، ولكن لا تواجه مباشرة. برأيكم هل كل ذلك من باب الضغط من أجل الحصول على تنازلات من قبل الغرب؟ بالعكس، هذا الغرب يستغل فرصة لكي يدحم قصة دونباس، قصة الخطر لأوكرانيا من جهة روسية. هذا ليست الصحيح، لأن روسيا إذا تعمل مناورات عسكرية على حدود أوكرانيا، وهذا كل مناورات مبرمجة، كل مناورات يعلن لخلف الشمال الأطلسي وحكومة أوكرانية عن هذه المناورات. طبعا عندما يسمون 100,000 أو 150,000 جندي يشاركوا في تلك المناورات، لازم نأخذ بعين الاعتبار أن نصف تلك القوة العسكرية متركزة إقامة دائمة في هذه المنطقة، منطقة غربية على حدود روسيا، ومنطقة لازم أن يكون مستعدة أن رد أي تحديات، أي استفزازات، من لأنه في هذا على هذا الحدود مناورات ناتو مستمرة. شوفوا فقط بحر الأسود، مناورات بحرية، سفن أمريكية تدول دائما في هذه المياه الدولية، ولكن مقربة لنصف الجزيرة القرم، وتصريحات سياسية من قبل قيادة كييف أن نحن نحرر شبه جزيرة قرم، أن نحن نخرج من اتفاقية مينسك، وهي يعني اتفاقية التي تعمل برنامج حل سياسي. وكذلك يصور هذا الحرب بين أوكرانيا ودنباس كحرب مع روسيا، وهذا ليست غلطة، هذا يقصد أن يحاول هذه المشكلة الداخلية بين قيادة الأوكرانية المركزية في كييف والمنطقة المتمردة ضد قيادة أوكرانية. ليست هناك روسيا متعاطفة مع دنباس بلا أي شك، وروسيا تقدم لهذه المنطقة المساعدات إنسانية الضخمة، كانت رتيلات عديدة كانت تصل إلى لوغانسك، إلى دونيتسك، مدينتين رئيسيتين في دنباس، ولكن روسيا ما كانت تنوي البدء أي تدخل العسكري إلى هذه المنطقة بأسباب عديدة. أن روسيا لا تخشى
طيب ساعود اليك سيد فاتسلاف بما يتعلق ب يعني النيه الحقيقيه لروسيا وما اذا كانت ستستمر بهذا النهج بانها لا تنوي التدخل عسكريا. سيد فولكر، كيف تعلقون على ما قاله السيد ماتازوف بان المشكله الاوكرانيه هي مشكله داخليه بين كييف وبين انفصاليين ومتمردين، وكل ما تقوم به روسيا هو تعاطف تجاه دونباس؟ أثمن جهود السيد ماتازوف في نكران ما تقوم به روسيا. روسيا قامت بانتهاك شبه جزيرة القرم وغزتها وضمتها، وتقوم بقيادة وتمرين وتوجيه القوات العسكرية الموجودة في دونباس، ومعظمهم هم من القوات العسكرية المرتزقة التابعة لروسيا. إنها ليست قضية محلية، أعتقد أن المتحدث الروسي يدرك حقيقة الأمر وما الذي يدور هناك، ويدرك بأن الناس في أوكرانيا لا ترغب باستمرار تلك الأزمة في دونباس، لكن هذا الصراع هو من صنيعة روسيا. وإذا ما رأينا ما الذي يحدث، فهناك مسائل كثيرة تتعلق بالمياه الدولية. فتذكروا أيضا أن أوكرانيا لا تشكل تهديدا لروسيا، والناتو لا يعد منطلقا خطر لروسيا كما تدعي. حتى أن إذا ما نظرتم في التصريحات التي نسمعها من روسيا، فهي تصر على جملة من الضمانات الأمنية ومن قبل الناتو من أجل عدم مهاجمة أوكرانيا. وسمعنا يوم الأمس في المفاوضات التي دارت أيضا أنه ما لم يكن هناك موافقة من قبل الغرب على مطالبات روسيا، فإنهم سوف يسعون إلى الإضرار بأمن الدول الغربية من خلال غزو أوكرانيا. طيب سيد فولكر، هل يعني هي روسيا تطالب بضمانات بأن لا يتوسع الناتو شرقا؟ كيف سيتعاطى الناتو مع هذه المطالب؟ وهل يمكن يعني تحت الضغط والتهويل العسكري أن يذعن لهذه الشروط الروسية؟ من حق كل دولة أن تقرر الترتيبات الأمنية الخاصة بها، فهذه حقيقة ليس بمقدور الناتو أن يحددها لكافة الدول. كان هناك اتفاق في عام 75 من القرن الماضي في هذا الخصوص، وقد تم التأكيد عليه من قبل روسيا في تسعينيات القرن الماضي من خلال عدة وثائق، أي بمعنى أن الدول لها الحق في تقرير ما هي الإجراءات الأمنية التي تراها مناسبة لنفسها. سيد ماتازوف، كنت تتحدث عن تعاطف روسيا مع الانفصاليين في دونباس، وعن أنها لا تنوي الدخول إلى أوكرانيا. كل هذا الحشد العسكري لماذا؟ ما الهدف منه؟ أي جيش تحتاج تمارين، وخصوصا من اتجاه الخطير. روسيا تنظر على تحركات حلف الشمال الأطلسي في حدودها الغربية في أوكرانيا، تسليح أوكرانيا بسلاح معاصر جافلين، وتركيا بايكرتار تزود يعني طائرات هجومية مسيرة. وطبعا كل نشاط هذا تحتاج من روسيا تدابير لحماية حدودها. ولذلك عندما يتكلمون اليوم أن هناك اتفاق بين الدول الأوروبية ب 1975 حول أمن الأوروبي، طبعا صحيح لكل دولة لها الحق، ولكن هناك بند الخامس، أنا أذكره، هذا بند الخامس لهذه الاتفاقية تنص أنه لا يمكن أي دولة أن تبنى أمنها قومي على حساب الدولة أخرى المجاورة. ولذلك إذا روسيا قلقة، روسيا قلقة ليست لأن أوكرانيا تصبح أقوى، أما هي تعتبر أن انتشار حلف الشمال الأطلسي إلى شرق
هذا هو خطر لأمن القومي الروسي. هذا هو السبب أن روسيا تقدمت إلى أمريكا اقتراحا أن يعودوا إلى حدود حلف الشمال الأطلسي إلى حدود 1997. 97 هذا عام عندما كانت الناتو انضمت للناتو بولونيا تشيك رومانيا وبلغاريا ودول بلطيكية. لذلك انتشار حلف الشمال الأطلسي إلى شرق باتجاه حدود روسيا هذا هو خطر، خطر استراتيجي لروسيا. نعم. لماذا تستغرب المناورات جيش روسيا على أراضي؟ طيب دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد فولكر. سيد فولكر، ألا تعتقد بأنه بهذه النقطة روسيا محقة بأن هناك تهديد لحديقتها الخلفية، تهديد لأمنها القومي؟ يعني لماذا لا يأخذ الغرب بعين الاعتبار هذا القلق الروسي؟ وفي حال غزت أوكرانيا ماذا سيفعل الناتو؟ Is that a question to me? هل So again you have to remember the history. مرة أخرى علينا أن نعود إلى التاريخ. روسيا استولت على دول مستقلة مثل أوكرانيا وجورجيا ومجموعة من الدول في منطقة البلطيق وفرضت حكومة على بعض الحكومات مثل بولندا وشرق أوروبا وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا وهكذا دواليك. تلك الدول التي قامت فقط بالحصول على استقلالها في عقاب تسعينيات القرن الماضي وهي دول مستقلة ولها الحق في رسم مستقبلها وأمنها الخاص بها وترغب أن تكون جزءا من أوروبا، أوروبا الحرة والديمقراطية والتي تندفع بعوامل اقتصادية. لذلك اختارت بأن تصبح جزءا من حلف قادر على حماية بعضها البعض، وما من أحد يهدد روسيا ولا حتى الناتو يهدد روسيا، فإن الدول الناتو هي دول محاذية للروسيا حتى في سياق تأسيسها بما في ذلك تركيا. الأمر لا يتعلق بتهديد روسيا بل يتعلق بدول قد تمت مهاجمتها أو تم غزوها في إبان العهد الروسي في السابق. هذا الأمر لا يمكن أن يتكرر، ولهذا فتسعى الدول لحماية نفسها، وهذا الأمر الطبيعي لتلك الدول أن تقوم بهذا التوجه. شكرا جزيلا لك كورت فولكر، سفير أمريكي سابق للناتو حدثنا من واشنطن. كما أشكر أيضا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فاتشسلاف ماتازوف حدثنا من موسكو. شكرا جزيلا لكما. نهاية التاسعة عشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. العميد التركي المالكي يعلن إطلاق عملية باسم حرية اليمن السعيد في كل المحاور والجبهات. ضغوط وتضييق، ميليشيا حزب الله مجبرة على إعادة تنظيم خارطة ممراتها العسكرية عبر سوريا. قراءة في ولاية الفقيه، كيف جذبت الشباب للالتحاق بأحزاب الله وحمل السلاح وكيف يمكن التحرر من الخمينية السياسية. مجلس السيادة يشكل لجنة للتواصل مع كل الأطراف السودانية والبرهان حريص على تعيين رئيس وزراء مدني. برئاسة عقيلة صالح جلسة نيابية جديدة حول الانتخابات وواشنطن تطالب بإعادة الزخم. بهذا نأتي إلى ختام التاسعة عشرة. الزميل سعد الدين حسن يلقاكم بعد دقائق. إلى اللقاء.